بينهم جوج كانوا فوق قمة جبل إيفرست بالعالم المغربي بمناسبة المسيرة الخضراء، القفزة اللي من خلالها كان العالم المغربي هو أعلى علم كي يرفعه شي إنسان في التاريخ، يعني فوق 11 كيلومتر ديال العلو نقص بالأكسجين. والغوكور دي موند الثاني كان هو أكبر علم كيطير فوق جبل إيفرست اللي كان الطول ديالو 10 متر ولا 10 متر. هادو كانوا جوج، درت واحد فوق أهرامات مصر بمناسبة المسيرة الخضراء حتى هي، درت جوج في الولايات المتحدة الأمريكية، والبقية كانت في دبي. كاع لي بروجي اللي درت اللي رفعت فيهم العالم المغربي في مناسبات مختلفة كان هو دعم شخصي وحب للوطن. فصعيب وسيرتو هاد الرياضة هادي كتكون فغيمون غالية، يعني الماتيريال بوحدو الباراشوت ديالي كان فوق ظهري بوحدو كيدير واحد 15 مليون، الكاسك حتى هو واحد 10,000 درهم تقريبا، عادي لالتيميتر لا كومبين، ونورمالمون كيخصك جوج 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 من الحاجة ماشي غير واحد. مي بمجهودات محدودة كنحاول ندير الماكسيموم، وان شاء الله علاش لا يجي دعم من الدولة. نقص معاه بزاف ديال المشاهير مي سوبر ستارز بحال ويل سميث، زين الدين زيدان، كريم بنزيما، باتريس إيفرا، إيلي جولدينغ، أشر، يعني ولايحة طويلة. وحصل لي الشرف أن نتلاقى معاهم، لأن ملي كنا صغار الحلم ديالنا أنا هو الطيران، فملي كيجي سوبر ستار وكيتنقز معاه وكتحقق له الحلم ديالو كتولي أنت هو السوبر ستار في حياته.